أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو المراد بقول النبي صلى الله عليه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيعة؟ وهل البيعتان في بيعة هما اللذان فسرهما راوي الحديث سليمان بن حرب؟ بيعتان في بيعة المنهي عنه، اختلف العلماء في تفسيرهما، فمنهم من يقول المراد البيع المشروط في البيع، يعني يقول: لا أبيعك بيتي حتى تبيعني سيارتك أو بيتك، بيع مشروط في بيع، أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني أنت سلعتك الفلانية، هذا بيعتين في بيعة وهو باطل. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن البيعتين في البيعة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، وهذه ما تسمى مسألة العينة، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. بيعتين في بيعة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه مسألة العينة، وهي حيلة إلى الربا، فكأنه باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها، وجعل السلعة مجرد حيلة ووسيلة إلى الربا. والصحيح أن بيعتين في بيعة يشمل الصورة الأولى ويشمل هذه الصورة، كله يدخل في بيعتين في بيعة. نعم.